في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وبناء على معلومات مؤكدة واردة، مفادها تمرير كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة. تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بيتوغورت خلال هذا الأسبوع من حجز 7409 كبسولات من نوع بريغابالين 300 ميليغرام أجنبية الصنع، مع حجز سيارتين سياحيتين ومبلغ مالي مقدر ب 134 ألف دينار جزائري كأعداد إجرامية، وتوقيف 3 أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية تعتمد على أسلوب التمويه في تمرير الكمية السالفة الذكر. كما تمكنت وحداتنا من فك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات مادة الكوكايين الكيف المعالج، أين أسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص مع حجز كمية من مادة الكوكايين والكيف المعالج، 3 سيارات سياحية ومبلغ مالي مقدر ب 704 ألف دينار جزائري كأعداد إجرامية. العمليتين جاءت بعد الاستغلال الجيد للمعلومات والانتشار المحكم لوحداتنا على مستوى شبكة الطرقات. ويبقى الرقم الأخضر للدرك الوطني 1055 والموقع الإلكتروني للشكاوى المسبقة www.ppgn.mdn.dz في خدمة المواطن.